والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد لدى مصطفى مزار. تفضل مصطفى. شكرا إيمان منصور وشكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. انتهت محافظة الوادي الجديد من زراعة 300 ألف فدان بمحصول القمح في الموسم الجديد، حيث من المستهدف الوصول إلى زراعة 400 ألف فدان خلال الأيام القادمة. كانت محافظة الوادي الجديد قد قامت بزراعة 342 ألف فدان في العام الماضي، وفرت ما يقرب من 540 ألف طن من أجود الأقماح. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي على خلفية توقعات أقوى من التعافي الاقتصادي المتوقع في هذا العام في الصين، أكبر مستورد للنفط هذا، وقد زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.34% لتصل إلى 88 دولار و80 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 96% لتصل إلى 82 دولار و42 سنتا للبرميل. كذلك قد صعدت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 1.92% لتحقق 3.42 دولارات للتر هذا، وقد ارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 10.24% لتسجل 3.49 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباينت بورصات الخليج في ختام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 38%، كما ارتفعت المؤشرات في بورصة الكويت ليصعد المؤشر مؤشر السوق العام بنسبة 1.18%. في المقابل تراجعت أسواق المال الإماراتية، وكذلك هبط المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.3%، خاسرا ما يقرب من 0.53 نقطة أساس. في وول ستريت فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع في بداية أسبوع آخر حافل بنتائج أعمال الشركات، وصعد المؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 0.19%، كما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.14%، هذا وقد ارتفع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.28%. في الأسواق الأسيوية قفز المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1% مقتفيا أثر زيادة شهدتها وول ستريت في الأسبوع الماضي بقيادة الأسهم المرتبطة بالرقائق، وأنهى المؤشر التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.33%. من بين 225 سهما مدرجا على المؤشر ارتفع 182 وتراجع 39 واستقر 4 أسهم، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 96%، وارتفع سهم طوكيو إلكترون العملاق لمعدات تصنيع الرقائق بنسبة 2.52%. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال مشاهدينا الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة، ونعود لاستكمال ما تبقى مع هبة وإيمان. شكرا لك مصطفى.